السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين خالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. اليوم نأخذ مثالا آخر من أمثلة القرآن الكريم، وهي المثال الذي قال الله تبارك وتعالى فيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. المتأمل في هذا الحديث يجد أن الله تبارك وتعالى قد ضرب مثلا بأوهن مخلوقاته من التي نراها بأعيننا، هي حشرة واهية، يعني أقل حركة منك تقتلها، وهناك أصغر منها. وقول الله تبارك وتعالى فما فوقها، هذه أيضا من كلمات التي يقصد بها القتال، ما فوقها يظن الناس أنه أعلى منها، ما فوقها أي أدنى منها، المقصود بها أنها أدنى منها. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة أو أصغر منها. الذي عنده يعني وسيلة للذهاب إلى الإنترنت يأتي برأس الناموسة البعوضة، يأتي بها ثم ينظر إلى الصور المكبرة، يكبر عين البعوضة مركبة من 100 عين، على كل جانب قرابة 100 عين، كلها تأخذ الشكل السداسي اللي هو شكل خليط النحل، ثم أنه إذا كبرها جدا حتى تصبح الخلية الواحدة قدر هذا الكتاب مثلا، يجد أن فوقها حشرة صغيرة أخرى تتغذى من وجودها بين ثنايات أعين البعوضة. فقال الناس الذين أتوا بهذه الصورة أن هذه هي ما فوق، أي على البعوض، يجوز. والأشمل والأعم أن تنظر إلى الذي خلق هذه وخلق هذه وجعل رزق هذه الصغيرة المتناهية، لأنها لا تستطيع أن تطير على الذي تستطيع أن تطير. ويضرب المسلمون أو المصريون مثلا خاطئا، يقولون رزق الهبل على المجانين، هذا مثلا خاطئ جسيم، خطأ جسيم. الهبل أن هم جمع أهبل يعني سفيه، والمجنون معروف.
فهم يقولون أن رزق السفيه على المجنون، هذا باطل. وصواب هذا المثال رزق السفهاء والمجانين والعقلاء على الله رب العالمين، فلا يمكن أن يوصف أن الذي يرزق السفيه هو المجنون، لأن المجنون لا يستطيع أن يرزق نفسه، فكيف يرزق غيره؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. وجاء في تفسير هذه الآية أن إسناد الحياء كإسناد الغضب والرضا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هناك الناس تستنكف أن تسند الحياء إلى الله تبارك وتعالى، فإن إسناد الحياء كإسناد الغضب والرضا، فليس غضب الله كغضبك، وليس رضا الله كرضاك، وأيضا استحياء الله ليس كاستحياء البشر. إذا جئت لمناقشة صفة من صفات الله عز وجل لا تقارنه بنفسك، فهذا يقدح في توحيدك. لا بد أن تنزه الله تبارك وتعالى عن أي شيء فيك إذا صادف أن يكون اسم هذه الصفة التي فيك مشابه لاسم الصفة التي في الله سبحانه وتعالى، فإياك وهذا، هذا يضعف توحيدك ويؤثر في عقيدتك، وقد يقودك بعد حين إلى الكفر ببعض صفات الله، هي كما أثبتها الله لنفسه نحن لا نعطلها ولا نشبهها ولا نكيفها ولا نردها، نحن لا نملك أن نردها كما لا نملك أن نشبهها بأشياء البشر وصفات البشر، وإلا فأنت من الذين يعتقدون في الله اعتقاداً خاطئاً. فأصل السؤال كان الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاد به ويذم، ده أصل السؤال. يعني أنا لما أستحي من أمر لأني أخاف أن يذمني الناس بهذا الأمر فأستحي منه فأخفيه، هذا ليس موجود عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان له نظير في الاسم المسمى ولكنه لا ينتج عنه النتائج التي تنتج عندنا من استحيائنا من أمر ما، فلا بد من فهم هذه الجزئية فهما دقيقا حتى إذا شرحتها وسئلت أليس الاستحياء لسبب من نقص أو من مذمة أو فيقال لا، لأن استحياء الله سبحانه وتعالى ليس كاستحياء البشر. فيقال أنا أكملوا ما جاء في تفسير الآية، فيقال فلان يستحي أن يفعل كذا، أي أن نفسه تنقبض عن فعله، فعلى هذا فالحياء من مقولة الانفعال، فكيف يمكن نسبته إلى الله سبحانه وتعالى مع أنه لا يجوز عليه التغير أو الخوف أو الذنب؟ فكان الجواب إن إسناد الحياء كإسناد الغضب والرضا إلى الله سبحانه وتعالى، فإنا جميعا تسند إلى الله سبحانه متجردة عن نظيراتها في البشر ويؤخذ بنتائجها، وقد اشتهر قولهم خذوا الغايات واتركوا المباني، يعني لا تنظر إلى أصول الأمر كما يحدث في نفسك
فهذا ليس له نظير في أفعال الله والفعل سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ينفي النتيجة التي نحن نخشى منها. يعني إن كان عندي عيب في تاريخي الماضي أستحي أن أذكره وأستحي أن يعرفه الناس، فلذلك لا أذكره، وإذا ذكر أنكره، قد أنكره. أما عند الله سبحانه وتعالى فإن استحياء الله لا يمنعه من أن يضرب المثل بهذا الأمر ولو ذمه الناس، لأن الناس كما يأتي في الآية: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. نعم، هذا مثال عظيم، وكلما تقدم العلم كلما شعرنا بعظمة هذا القرآن. ففي السابق في 50 سنة الماضية لما كنت تسمع هذه الآية وأنت ابن 20 أو ابن 30 أو ابن 10، إذا سمعت فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم تفرح، لأنك وإن لم تفهم المثال ولكنك تؤمن به. وما كان هناك أحد اطلع على عين البعوضة وعلم أن هناك كائن آخر يعيش على عين البعوضة لا تراه حتى البعوضة، يعني البعوضة لا تكاد تشعر بوجوده على رأسها. فيقول المولى سبحانه وتعالى مثلا، لأنه لا يستحي أن يظهر الحق، فهو يقول سبحانه وتعالى في شأن ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان سببا في نزول آيات الحجاب. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أو زوجه الله زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. زينب برضو ولا أي الزوجات؟ أعتقد أنها زينب. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. فأولم وجاء الناس ودخلوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الطعام، فطعموا وبقوا يتحدثون وفرحين، هم فرحون بوجودهم مع الله سبحانه وتعالى، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، يتسامرون ويتكلمون ويستزيدون من علمه ونحو ذلك. وهو بعد أن انتهى الطعام جاء عند الباب ووقف ونظر، فإذا هم جلوس، فعاد صلى الله عليه وسلم فمر ببعض أزواجه فقالت له أمنا عائشة: كيف وجدت أهلك؟ قال: بخير الحمد لله. ومر على حفصة فقالت مثلما قالت عائشة، وقال لها مثلما قال لعائشة. ثم رجع فنظر فإذا هم جلوس، لا زالوا جالسين مستأنسين في الحديث في بيت النبي ومع النبي، مع أنه ليس موجود، وكان ينبغي عليهم أن يفطنوا إلى أنه يأتي ينظر ثم ينصرف. ومن هذا نعرف أن من أدب زيارة البيوت إذا دعيت إلى طعام فطعمت فانتشر، لا تبقى، أعطي لأهل البيت فرصة ليلملموا شتات البيت وبقايا الطعام ونحو ذلك ويستريحوا، لأنهم منذ مدة طويلة هم يعدون الطعام.
ثم خاصة إذا كان في وليمة قبل عروس، فإن العروس يريد أن يختلي بعروسه، والعروس اسم يجري على الذكر وعلى الأنثى. يعني تستطيع أن تقول على الرجل عروس وعلى المرأة عروس. من أين جاء بهذا التوضيح؟ في الحديث الذي رواه البراء بن عازب، حديث الموت الطويل، في نهايته يقال للعبد الصالح، وقد يكون العبد الصالح هذا امرأة، وقد يكون رجلا، وهو إما رجل وإما امرأة، فلما يفتح له نافذة إلى مكانه في الجنة ويرى مقعده في الجنة يقول: يا ربي، أي ربي، أقم الساعة، أقم الساعة. فيقال له الملائكة التي حاسبته، تقول له: نم نوم العروس، يعني نام، وأنت قرير العين وأنت هاني البال. فإن الشاب إذا ظفر بالفتاة التي أحب أن يجتمع بها، ففي يوم فرحه يكون أقر الناس عينا، أقر الناس عينا، فيقال له: نم نوم العروس، وهو يهنأ بالنوم إلى جوارها سعيد أنها أصبحت له. فهذا هو المقصود. فالعروس يجوز أن تكون هذا أو ذلك. فقال الله عز وجل: يؤدب المسلمين، يؤدبهم، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. الذي يستحيي منه البشر، هل النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي من الحق؟ لا، يصدع بالحق. ولكن هذه مسألة يعني ما يريد أن يجرح أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه وصلى الله عليه، ما يريد أن يجرحهم، يقول لهم: يلا امشي. هذا ليس من أدب النبوة، ولا من أدب صاحب البيت، ولا من أدب الداعي إلى وليه، ليس هذا من أدب. ولكن على المدعوين أن يتأدبوا بأدب قبول الدعوة، لا بد من هذا. وإن شاء الله احنا تكلمنا في آداب الزيارة من قبل، ممكن في أوائل بعد 6 أشهر من مجيئي إلى هنا، وإن شاء الله أذن وشاء وقدر نتكلم في عدة آداب: آداب النوم، آداب الطعام، آداب الزيارة. فإن شاء الله نتكلم فيها تباعا إن شاء الله. هذا أول ما تعلمته من شيخي الشيخ عبد الرحيم الطحان، شيخ فاضل جليل، هو من أهل سوريا أصلا، ثم طردوه ففر إلى الأردن، ثم بقي فيها مدة، ثم فر إلى السعودية، ثم بقي فيها مدة، ثم طردوه لأنه أنكر الصور المعلقات في الأماكن. وقال فتوى شقت على نفوس أصحاب التجارات في المملكة، فهذه الفتوى تسببت في أنهم يعني خيروه بأن يخرج، فخرج وذهب إلى قطر، وهو لا يزال في قطر، نسأل الله له سلامة الأرض وسلامة العالم. أما ضرب المثل كما يقول المفسر، أما ضرب المثل فقد مر المثل فقد مر الكلام فيه. البعوضة تكلمنا في شأنها، هل تعرف أن البعوضة تتعرف على فريستها من مسافة 65 كيلومتر؟ يعني لو هي في صحراء وأنت في مكان ما في الصحراء، والوادي منبسط ما فيه تلال وجبال،
ثم شعرت بحرارة بدنك على بعد 65 كيلومتر. هذه حقائق علمية أنا لا أتكلم فيها أنا. إذا صحت هذه الحقيقة العلمية، هل يعتبر هذا المثل مثل غير ذي بال أم يعتبر مثل عظيم أن يضرب المثل بالبعوضة؟ هل تعلم أن البعوضة لتقرصك لها 6 سكاكين في فمها؟ 6 سكاكين، ومنهم سكينان يعملان كذراعان، واحد من أعلى المنص وواحد من أسفل المنص لتدك ممصها، الأنبوب يعني اللي بتمص منه الدم في جلدك أو في جلد النائم. ثم هي تحمل في رأسها معمل تحاليل الدم فتتذوق الدم أولا، فإن استزاغته كبت ما في جوفها في هذا النائم أولا، أعجبها هذا الدم فتستفرغ ما في بطنها فيه أولا تخلص منه، ثم أصبحت جوفاء البطن فتملأ بطنها من هذا الدم الجديد، تستسيل الأول. هذه البعوضة التي يحتقرها الناس. ثم أن البعوضة يجعلها الله جندا، هي جند من جند الله، كما قال الله في سورة الحشر: وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني إن أراد الله أن يهلك رجلا ما فإنه قد يرسل عليه بعوضة تستفرغ ما في جوفها من بدن رجل آخر يحمل مرضا لا علاج له مثل الإيدز. نسأل الله يحفظنا جميعا. ثم تذهب إلى سليم معافى، ما ضرب الفاحشة قط. ثم أنه وهو نائم جاءه المرض وهو لا حيلة له فيه، فيترك المرض في بدنه إما ليبتلي أو لينتقل منه. نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن إذا ابتلاهم الله ثبتوا وصبروا وذكروا حتى لاقوا ربهم وهو عنهم راض وما عليهم من خطيئة. قال علي بن أبي طالب في بعض الأثر: كيف لو اجتمع جميع حيوانها مناطيرها وبهائمها وما كان من مراحها وسائمها وأصناف أسناخها وأجناسها ومتبلدة أممها وأكياسها على أحداث بعوضة، على أحداث بعوضة ما قدرت على أحداثها ولا عرفت. هذا كله من السجع الذي لا طائلة فيه. انظر إلى ما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. والبعوض من داخل الذباب، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ويتكلم عن الإنس والجن وعلم الإنس وعلم الجن، ولو اجتمعوا له. ثم هو يمعن في الاستخفاف لهؤلاء الذين يقولون إنهم قادرون: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. يعني الذباب، خلينا في البعوض، إن الذباب أمر آخر، وسمي ذباب من كثرة تردده عن المكان الذي دفع منه، كلما ذب فسمي ذبان، كلما ذب يعني دفع
وسمعت شيخي الشيخ أبو إسحاق الحويني صلى الله عليه وسلم في عافيته وأن يعافيه يقول: خلقه الله ليذل به الجبابرة، يقف على منخره فيهشه فيعود، لا يخافه ولا يرتعد منه، فهو يريد وأذواب هكذا. إذا وقف على مكان من تلقاء نفسه يصعب أن تطرده، لأنه يريد شيئاً، هو وجد شيئاً في هذا المكان فيعود إليه ويعود إليه، فهو يصيبك بالقلق مع أنه صغير. ولو أراد الله أن تكون الذبابة يعني بمثل حجمها 3 أو 4 مرات ما نام أحد. وانظر إلى النحلة، هناك نحل بري ونحل يؤخذ منه العسل. النحل البري الذي ينبت في العروش هذا نحل كبير الحجم، غليظ الطبع، عصبي جدا، تقترب منه يقرصك، ما تقترب منه اصلا، والثاني يقرصك ايضا، بس الثاني يقرصك دفاعا عن العسل وعن بيته، لكن هذا عصبي المزاج، فتجد الواحد مثل هذا. ماذا لو خلق الله الذباب بهذا الحجم؟ والله ما، ثم دخل بيوتنا كما يدخل، والله ما طاب لأحد مقام ولا قرت عين. والبعوضة هذه لو جعلها الله في حجم الذبابة لكرهت حياتك، لكن جعلها الله صغيرة هكذا، إذا فعلت بها هكذا ماتت. والذباب والبعوض نوعان، نوع ذكور وإناث، أما ذكر فلا خوف منه البت. لذلك إذا فتحت باب البيت ورأت الهوام الضوء في الداخل دخل كم كبير، كلهم معظمهم ذكور، وقد تجد فيهم أنثى، هذه هي التي تخاف منها. الذكر يقف مستويا على اي سطح هكذا موازيا له، اما الانثى تقف مائله هكذا، عشان لما تنظر لاي بعوضه اتعرف من مجرد النظر، مش تسالها بقى فين الاي دي بتاعك، لا انت. فاذا وجدت الذكور يعني ما تشغل بالك وتقعد تضع سبراي وتطاردها، سدحها مش هتعمل لك حاجه، لأن غذاؤها على رحيق الأزهار، لذلك تجدها في وسط الشجر والزرع، ما تتغذى على دم الإنسان. أما هذا المتوحش الآخر الأنثى، هذه فظيعة، هذه غذاؤها على دم الإنسان وفقط، لذلك هي تبحث عن الإنسان أينما كان، فهي تقف مائلة هكذا، لو على سطح مثل هذا تقف مائلة. أما الذكر يقف هكذا، يقف مساويا ومسكين، تجد على نصف حجم الأنثى. فهذه الأنثى خبيثة جدا، خبيثة، فهي تنتظر حتى يغلب عليها الظن أنك نمت، هي تعرف أنك نمت، لأن درجة الحرارة تتزايد بصورة معينة عند النوم، فهي تشعر بها، هي تنتظر هذه العلامة، ثم تهبط وبسكاكينها ومعمل طبها وتمص من دمك ما شاء الله أن تمص. هذا مثال عظيم. أما الذين فسقوا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هذا المثل قد يتسبب في هداية كافر إن كان عالما. أنا وأنا صغير لما دخلت الثانوي كنت أتمنى، لأني أرسم جيدا، كنت أتمنى أن إذا كبرت أن أكون عالما في الحشرات، وما شاء الله ذلك، مع أنها كانت تستهويني جدا، وما شاء الله ذلك، والحمد لله الذي اختار لي الخير. فهناك من علماء الحشرات من إذا سمع هذه الآية
ثم رآها مكبرة أمامه بسكاكينها ونحو ذلك، فأم يتسبب هذا في هداه يضل به كثيرا بالمثل ويهدي به كثيرا. الذي يستخف به يضل، والذي يوقن به يهتدي. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم الحقيقي المتجرد لعلمه إذا فوجئ بحقيقة تثبت وجود الإله أقر ورضي بهذا الإله مهما كانت النتائج. فهذا قول الله عز وجل كما قال: وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. الطالب هو أنت، الذباب أيضا، خصوصا هذا الذباب الأزرق الذي ترونه في جبهة الحدائق، هذا الذباب الأزرق لا يسقط إلا على الجيل، ما يسقط على أشياء مثلا طعام أو نحو ذلك، لا، هو يبحث عن الجيل، وهو الذي يعني إذا ماتت دابة حفظته الله نزل عليها وأكل منها وشبع وباض عليها وأفرخ وخرجت اليرقات من بيضه فتكمل أكل هذه الجيفة. لذلك إذا مات حيوان أو إذا فتح على ابن آدم يجده مملوء بالديدان. من أين جاء؟ من أين جاء؟ لأن هذا الذباب يضع بيضه في الطين وينتظر، خليك بقى ما يجي حد يدفن في هذا المكان، فتشعر به الديدان فتتجه إليه في باطن الأرض، وسبحان الله تأكل وتكبر حتى تصل الواحدة أكبر من هذا القلم وبسمك الإصبع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة.